قررت العراقية فرح محمد أن تفتح مشروعا خاصا بها بعدما يأست من إيجاد وظيفة لتصبح بذلك طالبة جامعية في الصباح وصاحبة مطعم في المساء. فرح البالغة من العمر 26 عاما في السنة الرابعة حاليا في جامعة الموصل حيث تدرس إدارة الأعمال. هو شعور حلو أنه أشتغل، يعني أدرس وأشتغل. طبعاً لسه صار لي ساعة جيته من الجامعة وجهزته طلبية برياني لأحد الزبائن. شعور كلش حلو، صح أنه هو متعب بس ما يخالف. وأوضحت أنها بدأت مشروعها لأن فرص العمل المتاحة لا تكفي الجميع. إن عندنا نسبة التعيين والتوظيف كلش قليلة، فإنه نفتتح هالشكل المشاريع حتى يكون لهم دعم يعني وفرصة عمل. وفي مطعمها توظف فرح 8 سيدات أخريات إما طالبات أو مطلقات أو أرامل كن يبحثن عن وظائف. مجموعة طالبات جامعة ندرس وبعد الدوام نشتغل. أنا طالبة أشتغل بمطبخ جنى للأكلات الموصلية مع الست فرح، هي صاحبة الموقع، والحمد لله وشغل يعني رغم العادات والتقاليد انه المرأة ما يصير تشتغل وما يصير تطلع، احنا تحدينا هذا الشيء والحمد لله والشكر جينا عن نشتغل بهذا الموقع ومرتاحين. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، يعاني العراق أعلى معدلات البطالة بين الشباب في المنطقة.